السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحرر من الرغبة. لا تكن أسيرا لرغباتك، فالرغبات هي سبب الألم. كلما زادت رغباتك زاد ألمك. فرغبة الجسد ورغبة النفس في الأشياء اللامتناهية تؤدي بالضرورة إلى الألم. الألم إذا لم تحصل عليها، والألم إذا فقدتها. لا تجعل نفسك أسيرا لرغباتك، كن أنت المتحكم. تحكم في زمام أمورك. ربما رغباتك قد تؤدي بك إلى طلب مستحيل، وإن لم تحصل على المرغوب تتألم. وربما رغباتك تجعلك تظن أن بالفقد لن تستطيع أن تقاوم أو أن تعيش، فتتألم إذا فقدت. لا تكن أسيرا لرغباتك.